اهلا بحضراتكم من جديد، وفي فقرتنا الرئيسيه الاولى في التاسعه الليله بنتكلم فيها عن دخول رمضان وروحانيات رمضان، ورمضان شهر عباده وشهر تدين وقراءه قران وبرامج دينيه، والمتحده في الحقيقه لا تبخل على كل المشاهدين بتنوع في البرامج الدينية. أنا لن أستفيض كثيرا في التقديم لضيفتي النهاردة، لأن احنا في التاسعة بنشرف، وأنا بشرف بصفة خاصة بأن تكون ضيفتنا النهاردة في الفقرة الأولى من التاسعة العالمة الجليلة الدكتورة نادية عمارة. أهلا بحضرتك دكتورة. أهلا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة ومنورانا. حضرتك طيب يا دكتور يوسف. رمضان ودخول رمضان، وطبعا الدكتورة نادية عمارة يعني قلوب عامرة وقلوب مطمئنة كده، وطريقة في الأداء وفي إيصال المعلومة الدينية متفردة جدا ما شاء الله. الحمد لله، اللهم أمين يا رب. لكن أكيد في رمضان الطبيعة بتختلف، أو بيبقى في تركيز على حاجات معينة. نعم، ممكن حضرتك تكلمينا بقى عن رمضان السنة دي مع الدكتورة نادية عمارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. كل عام وحضرتك بخير، كل عام وسادة المشاهدين الكرام بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الموفقين والموفقات في هذا الشهر المبارك، وأن نكون من الرابحين الفائزين، اللهم أمين. بما أنه شهر القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمع يعني إطلالة هذا الشهر المبارك بتبقى في نوع من الزيادة في فقرات برنامج قلوب عامرة، وبيبقى في تغيير في خلال هذا الشهر المبارك في فقرتنا في البرنامج. طول العام احنا بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبناخد أسئلة المشاهدين على الهواء وبنرد عليها قدر الطاقة في ذات الحلقة أو في أقرب حلقة بحسب يعني أنواع الأسئلة، ربما بعض الأسئلة تحتاج إلى بحث ومراجعة. ويوم الأربعاء مخصصينه للرد على أسئلة السادة المشاهدين اللي بتفد على الصفحة بتاعتنا، الصفحة الرسمية للبرنامج، وبنعرض الكتاب يوم الأربعاء من كل أسبوع. بنيجي في شهر رمضان المبارك، هو ده الموسم الجديد كل عام للكتاب، فبيبقى عندنا الكتاب يومي بيعرض في منتصف الحلقة، وبداية الحلقة بيبقى موضوع من الموضوعات برضو في القرآن الكريم في عنوان احنا مثبتينه كل عام، ولكن بيتغير تحته المضمون اللي احنا هنتناوله في البرنامج في شهر رمضان المبارك، جواهر المعاني في النص القرآني. فبناخد كل سنة من هذه الجواهر بعض هذه الجواهر، وكلها جواهر لا تنضب ولا تفنى أبدا، ودائما احنا بنبحث وبنحاول يعني نخدم هذا النص الشريف قدر طاقتنا البشرية، ونرجو من الله سبحانه وتعالى القبول. هذا العام إن شاء الله هيكون الجواهر خاصة بالدعاء وآيات الدعاء في القرآن الكريم، وهناخد برضو في الحلقة أسئلة المشاهدين، وقدر الطاقة نحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة. طيب خلينا ناخد جزئية جزئية فيما يتعلق، عشان بس أنا لفت انتباهي حضرتك بتقولي أسئلة المشاهدين. نعم. التي تحتاج إلى بحث. نعم. يعني بعض الناس متخيلة أن الشيخ أو الداعية اللي بيظهر بيجاوب على طول، وربما بعض الدعاة يعني حتة أن السؤال يحتاج إلى بحث دي مصداقية عالية جدا. نعم. أنا أعتقد كمان جمهور يعني الحبيب والغالي متعود على كده من زمان، لانه دي المنهج اللي انا ماشيه بيه من يوم ما ابتديت. انا اول ما ابتديت الى ان كله برامج هوا، لا هو السيره الذاتيه يعني انا مش ربنا لو قريتها هنخلص الفقره، فيعني ربنا يخليك يا دكتور يوسف. والحقيقه هم اعتادوا معايا انه لما بيبقى في اسئله محتاجه نوع من البحث، ممكن كمان بتبقى الاسئله يعني المؤسسات بتفتي بفتوى معينة، وربما لي نظر في بعض هذه الفتاوى، فلازم أراجع عشان ما يبقاش فيه صدام أو يعني عمل نوع من الإرباك للسائل، لأنه طبعا الفتوى المؤسسية بتبقى مدروسة من جهات كثيرة، فيها اعتبارات النظر إلى الناحية القانونية، الناحية الطبية، بحسب الفرع اللي بيتم السؤال عنه، وربما تكون فتاوى في العبادات فقط، فربما يكون هناك رأي آخر، فببقى عايزة أعرض من غير ما أعمل نوع من الإرباك، وفي نفس الوقت أقول بحثي في المسألة كذا. وخصوصا أن احنا يعني عندنا في مصر الناس تحب تسأل أكتر من جهة، دي حقيقة. يعني هو ياخد الفتوى بقى ممكن كده فيتأكد وأتأكد في كل حاجة. نعم. طيب النقطة المهمة جدا واللي يعني ربما أو أكيد أشاد بها الجميع، فكرة الكتاب. نعم.
يعني كانت فكره جديده. انا حضرت الكتاب اللي هو على حقيقته. أيوة وانا صغير. عشان كده مخارج حروفك ما شاء الله. الحمد لله. يعني الازهر وقعدت على الارض والشيخ قاعد فوق وبنسمع كل يوم الصبح. ده كان نعيم ده. جدا. نعيم. نعيم ان احنا نربط الاجيال بالقران الكريم. الفكره جت ازاي والجرأه على تقديمها مع اطفال. ايوه. يعني هو الحقيقه طبعا احنا واحنا صغار زي ما حضرتك تفضلت تربينا مع مشايخنا في فكره العلم ده بيعتمد وحضرتك يعني متخصص وتعلم ده باعتبار دراستك الازهريه فانه الفكره الكتاب قائمه على التلقين. انت الشيخ او المعلم او المعلمه تقرا القران ويقرا من يتعلم سواء اطفال او كبار. وبعدين المحطات بتيجي بقى بتصحيح بتقف مع كل قارئ عند محطات الاخطاء عشان تاخد بايديه لينتقل الى المحطه الاخرى او لزياده في الارتقاء في تعلم مخارج الحروف الاحكام من الغنن المدود. بنرقى الى ما هو اعلى من ذلك بنبتدي بقى نشوف نوع القراءه اللي انا اقرا بيها لانه في روايات كثيره في تعلم بلهجات اللغه العربيه المختلفه. فبالتالي احنا نقينا روايه اللي هي الشهيره في مصر روايه حفص عن عاصم وهي التي نقرا عليها وبنعتمد على فكره التلقين والتصحيح والتكرار بقى. المشاهد هنا من خلال تصحيح الاخطاء بيتعلم معنا بياخد ثقافه معنا. طبعا الكتاب الذي يقدم مش هو كفايه لكن زي ما قلت قبل كده انه الكتاب فكرته بالنسبه لي هي رساله موجهه الى مؤسساتنا القائمه على ذلك مش المؤسسات الدينيه فقط بالزبط. ممكن تكون المؤسسات الثقافيه المعنيه تحت اشراف الدوله لان ده شيء لابد ان يكون له جهه في النهايه انا بعود اليها. نرجع تاني لفكره الكتاب. كم كلمات القرانيه اللي بتنقش في قلب الصغير او حتى الكبار بس انا بيعين جيلي الصغير لانه الحفظ في الصغر كان نقش على الحجر فهو لما بكم الكلمات الراقيه المباركه هذا القران المبارك لما بيصب كده في قلوب هؤلاء الصغار وصبا رائقا جميلا وبربطه بجماليات القران وبربطه بمعاني القران على قد فهمه مش لازم نغوص في المعاني اللي فوق ادراكهم. احنا واحنا صغار كنا بنسمع تفسيرات من مشايخنا واشياخنا ومعاني كثيره بيعلق شويه وبعد كده نسمع تاني فتعلق كلمات اخرى كثيره ده مهم. فانا كان غرضي من الكتاب لفت الانتباه من جهه المؤسسات ولفت انتباه اولياء الامور كذلك الى ضروره الاعتناء بقراءه القران الكريم اللي احنا بنتعبد بيه في الصلاه واللي الاطفال كمان بيتعبدوا بيه وبيهذب الاخلاق وبيخلي عند الانسان تذوق للغه العربيه وحب للغه العربيه مش ارتباط بقواعد وفقط لا, لا بحس اللغه العربيه. انت النهارده لما بتحفظ منذ الصغر وتعرف يعني ايه مخارج الحروف وينطق الضاد ازاي وينطق الدال ازاي ويميز بين الضاد للمشاكل اللي احنا برضو بدانا نواجهها في الجيل اللي طالع بلا شك. طيب طالما بدانا نتكلم بقى على واحنا صغيرين والكتاب ودي رساله عظيمه جدا ان احنا نرجع تاني للحاجات اللي هي كانت متاصله فينا لا وبتاعتنا وبتاعتنا وتميزت بيها البيئه المصريه والمدرسه المصريه في تعلم تلاوه القران الكريم واللي خرجت كثير كثير الكثير والكثير من القراء الكبار اللي هزوا العالم كله بأصواتهم وإتقان قراءتهم للقرآن الكريم. ده حقيقي. طب وأنا صغير والدي ربنا يديله الصحة هو اللي دفعني دفع لمسألة الأزهر والكتاب. طبعا. حضرتك والدتك بقى لأن أنا عارف إن لها سر وتأثير كبير في حياة حضرتك. والدي والدتي عشان ده الإحقاق ماشي أنا قلت والدي الاثنين يعني والدي رحمة الله عليه والوالده ربنا يشفيها ويعافيها ويطرح البركه فيها يا رب اللهم امين. الوالد كان معني بالقران معني بالقراءه وهو اللي خد البيت وامي تفوقت بقى بعد كده تفوقت على الكل يعني ربنا يبارك في عمرها فهي هو من اهل القران وهي من اهل القران الكريم بقى والدي هو اللي بيحفظنا الجديد والوالده تسمع لنا القديم اللي حفظناه ده غير مشايخنا بنروح نحضر المجالس بتاعتنا الماضي كنا بنسميه الماضي صح وشيخنا طبعا يعني لينا شيوخ ربنا يعني يرحم من مات منهم واستاذي وشيخي الشيخ احمد طلبه واقدر اقول برهده اللواء السابق احمد طلبه في سلاح القوات البحريه المصريه ومن المحاربين القدماء ده استاذي
واللي علمنا طبعاً. كل التحية والتقدير له، لأن ربنا يبارك في عمره وفي علمه وفي عمله، ويقرأ هنا في مصر ويقرأ في المملكة الأثر. العربية السعودية بيقرأ في كل حتة. طبعاً ويبقى الأثر. هو اللي مشايخنا دول تعبوا فينا وتعبوا، وعايز أقول لحضرتك وكانوا يعلمونا لوجه الله تعالى. كنت لسه أقول لحضرتك ولا أي شيء، بالعكس ده هم اللي كانوا بقى يجيبوا لنا الحاجات الحلوة ويحببونا ويفسحونا يعني الحمد لله ربنا كرمنا بعلماء أجلاء أفاضل يبتغون وجه الله تعالى فيما يقدمون وفيما يخدمون به القرآن الكريم. فكنا بنصحح مع مشايخنا ويكرروا معنا، نرجع بقى البيت. والدي مش مشغول بحاجة في الحياة غيرنا. حتى لما كنا نسافر، يعني نسافر البلد ونطلع من، انا كنت مقيمه في الاسكندريه وبلد والدي ووالدتي المنوفيه، فكنا بنسافر بقى نقضي الاجازه بعض الوقت هناك، طول الطريق بنسمع، طول نسمع البقره آل عمران، وفي النص كده يسمع هو بقى، يحب كان يحب الموسيقى الغربيه شويه، فكن في اتزان يعني انت ما عندناش ده مطلوب. فده كان يعني الحرص ده من الوالدين مهم، اصل الشيخ بياخد بايدك بيصحح، مين اللي يساعد ويعاون؟ الوالدين في البيت. بالظبط، وده موجود. يعني انا دلوقتي مشغوليات الحياه والشغل، المدام هي اللي بتبقى مسؤوله عن النقطه دي. ربنا يبارك فيها ويبارك في الذريه الطيبه. الله يبارك في حضرتك. واذا كنا احنا كنا محظوظين، فاكيد برضو الجيل ده محظوظ بالنماذج العظيمه اللي زي حضرتك. العفو يا فندم. طيب، ربنا يجعلنا. اولاد حضرتك بقى، هل اللي حصل معاكي زمان نعم حضرتك بتمارسيه دلوقتي؟ مثلا اعرف ان حضرتك عندك، عندي احمد وسادن. ما شاء الله ربنا يخليه لك. احمد 18 سنوي وسادن 13 سنه. احمد بيدرس طيران بره ما شاء الله، وسادن لسه بقى في ثاني اعدادي. سادن عامل ايه بقى في هو سادن معانا في الكتاب. ما شاء الله. معانا في الكتاب. انا كان اهم حاجه عندي كان ايقاع الوقت، كان ضيق لك، كنت بجتهد معاهم حفظوا يعني قدر معقول، مش لم يختموا حفظ القران الكريم، وكان طموحي يختموا القران، لكن انضبطوا في القراءه وده كان المهم، وخدوا قدر معقول يقدروا يعني يتعبدوا به، ونسال الله سبحانه وتعالى انهم يكملوا المسيره ان شاء الله. حضرتك برضو مساله التفرق، حضرتك بالنسبه لاعمال حضرتك متزوجه قبطان بحري مظبوط؟ فحضرتك المفروض الوقت الخاص بالاولاد اعتقد حضرتك لك الدور الاكبر فيه طبعا في المساله دي طبعاً. طيب، في بعض الاسر بتلجا اللي هي مهتمه ان اولادها يحفظوا قران. نعم. في دلوقتي اصبح في جروبات ومجموعات على الانترنت. نعم. حضرتك شايفاها ازاي في الوقت الحالي مع تطور يعني الجروبات دي شكلها ايه؟ يعني بيسمعوا على مثلا الشيخ او المحفظ اللي بيجمع الناس. ايوه، والناس دي معتمده ويعني ولا فكره ان ابقى مباشر مني والله باي وسيله كانت يا دكتور يوسف، لانه هي العبره ان احنا بنسعى. يمكن الناس النهارده مع يعني صعوبه الحركه، قله ذات اليد، الارتباط بمشاغل كثيره حياتيه داخل الاسره وخارج المنزل، فبيبقى في هناك ضيق في الاوقات، فاذا كانت الناس بتجتهد نقول لهم اهلا وسهلا. بالظبط. حتى اللي كان بيكلمنا ويسال في مساله انه بيقعد مثلا مع المذياع يتابع ويقرا، في بعض الناس ما لا بتعرف تستعمل، الكبار شويه مش متواصلين بالصوره اللي الاجيال الحديثه بتقدر تستعمل التطبيقات دي بصوره اكثر سرعه وفهم، فبيعملوا ايه؟ بيسمعوا المذياع، يستمعوا اليه ويرددوا خلفه. كل اجتهاد من الإنسان أنه يقدر يقرأ القرآن بطريقة منضبطة وسليمة ويحفظ القدر الذي يطيق، ده جهد يشكر عليه وبيثاب عليه لأنه سعي. لكن هنقول أنه الأصل ده لازم نذكر به من باب الأمانة العلمية، أن الأصل في تعلم القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم المشافهة، أن أنت حضرتك شايفني وأنا شايفك، فنقول لك إيه المخرج ده إزاي؟ فأنا ببتدي أقول لك مخرج ضاد غير دال، الصاد غير السين، وبعدين يعني بلا شك انه هذا التفاعل له روحه، ما اقدرش ان انا مهما كان طيب الحاله دي مش موجوده او صعبه او بعض الوقت بتتحقق والبعض الاخر انها بعض بتتحقق والبعض الاخر لا تتحقق، فبنقول الجهد طالما مستمر، طالما بنلتقي باشياخنا من وقت للتاني، وطالما ان احنا حتى على الجروبات دي حققنا خطوات من النجاح في الارتباط بالقرآن الكريم والارتقاء في مسألة التلاوة وحسن تلاوة القرآن الكريم،
ما نقدرش نقول، بل نشجع الناس على حسن تلاوة القرآن. أنا عارف أن حضرتك أخذت إجازات في قراءات. نعم. موضوع القراءات ده صعب جدا يعني. طبعاً. يعني صعب. حضرتك أخذت إجازات في قراءتين أعتقد. نعم، رواية بحفص عن عاصم، دي رواية، وشعبة كذلك. تعليم الأطفال بقى بالقراءات، حضرتك حفص احنا واخدين روايه واحده اللي هي الاشهر للناس كلها، والراديو عشان لازم تكلم الناس يعني الاطفال دي اللي هي بعيده عن التخصص قوي، لكن بتربطهم. المهم ان يستقيم لساني على اي روايه كانت. وبالنسبه لنعلم الطفل بروايه واحده في الاول، نعم، بعد كده يتقن ويصل الى درجه الاتقان، اراده فوق ذلك يعني براحته. ده في بقى ناس بيجي لها اصل ده حال ماتع، يعني ان انت تغرق في هذا البحر النوراني وتبتدي تشوف بقى اللغة العربية وجمالها، وحرف يفرق ازاي في المعنى وفي الإضافة وفي الصوت، لأنه القرآن الكريم روعته مش في المعاني فقط وفي الجرس الموسيقي للكلمة، حتى الجرس الموسيقي للكلمة القرآنية بيعبر عن المعنى اللي جدران أو وعاء الكلمة ده بيحمله للمستمع أو للقارئ. فالحقيقة أنت بتاخده على ضرب واحد، توحده وتفهمه أن ده منهج إحنا بنمشي عليه، وبعد كده إذا أراد أنه يتوسع فبيها ونعمت، ما نقفش قدامه. بقيت أعمالك الأخرى المتعلقة أيضا بالثقافة والعلوم، يا حضرتك عضو لجنة الثقافية بالمجلس القومي للمرأة، وعضو لجنة الرصد والمقترحات ببيت العائلة المصري التابع لمشيخة الأزهر والكنيسة المصرية. نعم. بتلاقي وقت لكل ده منين يا دكتور؟ قدر الطاقة. وساعات هما بقى يعني بيبتدوا يشوف ان انت منشغل قوي، فما ما بيحملوش على الواحد اكتر. لان اصلا انا عرفت ان الكتاب تم تصويره، بيبقى تصويره في العاصمه الاداريه. نعم. مظبوط. نعم. كانت الفكره بقى تنفيذها سهل يعني، تنفيذ الفكره، فكره الكتاب. هقول لحضرتك على حاجه، انا اول ما ابتديت كنت ببتدي اجتهد مع الولاد ان حد يجي يحفظهم، فصادف انه مره جه حد لكن ما كانش متقن قوي في القراءه، وكان بيبقى عارف ان انا موجوده فيبتدي يتلجلج معاهم. هو كان يعني ايه محتاج يعني إجادة أكتر، تحكم أكتر في الولاد بطريقة ما، فهم بدأوا يقولوا لي إحنا مش عايزين نكمل، فأنا يعني زعلت. فقلت لهم خلاص أنتم معايا إن شاء الله آية كل يوم. أنا كنت مصرة جدا على الأقل أضبط لسانهم يعني. فابتدينا مع ابتديت مع سيدن وأحمد قبل ما أحمد يسافر، وابتدينا بقى في الأمر ده. فأنا بعد بعلم أحمد وسيدن شفت الكتاب، فده كان توفيق من الله، وقلت ليه لا ما نعملش ده. لان انا فكره الكتاب يعني من زمان جدا اقول يا ده احنا اختفى. ده حاجه احنا خسرنا خساره كبيره. على فكره هي مش فكره حفظ القران فقط، كم الثقافه اللي بتزرعها في وجدان هذا الطفل اللي طلعت. شفنا شعراء يقول لك انا اتربيت في سياسيين، انا اتربيت في الكتاب، فنانين يقول لك انا اتربيت في الكتاب، وقد ايه هذا الكتاب ليه اثر في وجدانهم يعني. التزام وثقافه، ولو في ايه هتتفسر تقدير العلم، تقدير صوره العلم في اسمى صوره وهي القران الكريم، وان حفظه ده شيء له بركه. يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام علمنا وقال لنا لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك ثلاثون، وإنت بتاخد على الحرف بعشر أمثال الحسنة الواحدة، بيتضاعف كمان الثواب على قدر إخلاص العباد. غير بركة والنور هذا الكتاب المبارك الذي وصفه الله تعالى بأنه مبارك. فإحنا بنقول عايزين الخيرات تزيد، فلنكثر من فعل الخير بإن إحنا نمتثل لمعاني القرآن الكريم. ما إحنا مش بنحفظ المباني وبعدين نضير الظهور للمعاني، انما نحفظ مع مباني القران اللي هي الكلمات والالفاظ والايات والصور، وكذلك نجسد معاني القران الكريم في اخلاقياتنا. عشان كده دايما ناكد على فكره انه انا كاب وام انا عايز ولادي يحفظوا القران ليه؟ ما انا لازم اعرف السبب. انا عايزهم يرتبطوا بهذا الكتاب المبارك جميل وباخلاق هذا الكتاب وما حضنا عليه هذا الكتاب، وانا اول واحد ابني ده هيشوفني، فلازم ابدا اعلم نفسي الاول. اكيد، ما عشان ما نسالش سؤال ما نعرفش نجاوب عليه. صحيح. ويمكن دي فرصه واحنا داخلين على شهر رمضان، الناس اللي بتختم القران وبتقراه. نعم. وبدون تدبر المعاني. نعم. ده هنتكلم عنه بعد ما نرجع استاذن حضرتك، نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مشاهدينا باقي فقرتنا مع الدكتوره ناديه عماره العالمه الجليله. شكرا، العفو يا فندم.
أهلا بحضراتكم ومستمرين في الحديث عن دخول رمضان، خلاص كلها ساعات، والبرامج الدينية والجرعات المكثفة من البرامج الدينية عبر شاشات المتحدة. بكرر الترحيب مرة تانية بضيفتي اللي منوراني في الاستوديو العالمة الجليلة الدكتورة نادية عمارة. أهلا بحضرتك دكتورة. أهلا مرة تانية. بما أننا بنتكلم على القرآن وحضرتك مهتمية جدا بالقرآن وإيصال القرآن وعلوم القرآن أيضا، نعم. في رمضان متعودين ان هو الناس بتبحث ويعني بتسعى الى ختم القرآن مره واثنين وثلاثه، نعم. حضرتك تنصحي بايه بقى في في في, في, في الاجواء اللي احنا عايشينها دي؟ كيف نتدبر معاني القرآن؟ هو طبعا شهر رمضان المبارك خصه الله تعالى بنزول القرآن الكريم فيه، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، فبالتالي هو الشهر الآكد على الانسان إنه يهتم فيه بالتعبد بتلاوة القرآن الكريم، شكرا لله تعالى على ما أنعم به علينا من نعمة القرآن الكريم. مسألة التدبر من عدمه، إنه البعض مثلا بيسرع في القراءة، بيحاول يختم أكتر من مرة، نشجعه وما نقول لهمش أنتوا لا ما بتتدبروش القرآن. نعم، تدبر القرآن مرتبة ومرتبة كبيرة، والإنسان لابد أن يجعل له قدر في النظر في القرآن الكريم على قدر ثقافته وسعيه وطلبه للعلم. ربنا بيفتح للإنسان وبيمد الإنسان على قدر إخلاصه بفتوح من حيث لا يدري ولا يحتسب، وشهر نفحات وربنا بقى يسر له يسمع. هنا وحضرتك تفضلت أنه البرامج الحمد لله المتحدة قايمة بكم كبير جدا من البرامج، ربنا يزيد ويبارك، ودي جرعة مطلوبة أن احنا نهتم بيها أكثر وأكثر كمان. ومسألة التدبر أثناء التلاوة، عشان في بعض يقولوا أنت لا تثاب، هناك البعض هناك بعض من يقول بأنه الإنسان إذا يقرأ القرآن وبنستمع إلى ذلك، نقول لهم لا، يعني ما نخوفش الناس، إنما نرغب الناس في أنهم يستزيدوا في تلاوة القرآن الكريم. وبعدين بالنظر في النصوص الشرعية تجد أن فيها عموم، ما فيهاش تخصيص أنه لا لازم تتلو وتتدبر لإما مش هتثاب على هذا، ما حدش يقدر يقول كده. يعني أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن، النص فيه أريحية، الحال المرتحل الذي يقرأ القرآن يقرأه من أوله إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام بيعتبر أن الإنسان يبتدي رحلة مع كتاب الله، أول ما تنتهي الرحلة يبدأ من جديد، هذا الحال المرتحل اللي كلما حل ارتحل، على طول يبتدي الرحلة من جديد ليختم. النصوص دي بالنظر فيها وبالنظر في غيرها فيها إطلاق، ما فيهاش تقييد، وبالتالي يثاب من يقرأ طبعا بتدبر، الثواب أعظم، والذي يقرأ بسرعة بعض التدبر ويفوته البعض الآخر، كل على قدر اجتهاده وإخلاصه. المهم أن احنا نوفق أن نكون من عباد الله المخلصين. ما أكم الناس بتعمل ختمات والله أعلم القلوب فيها إيه، هل أراد بذلك وجه الله تعالى أم يعني بيأدي واجب، بيفهم الناس أنه بيفتح المصحف وبيقرأ القرآن. المهم أن الإنسان لا يشرك في عمله حد، إنما يكون عمله يبقى هو نصب عينه لا إله إلا الله، أنا عايز عملي خالص لوجه الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول نفسي. طبعا أهم وأصعب شريك في الأمور اللي زي الإنسان نفسه أمارة بالسوء، فيعني ممكن يبتغي وجه الله ونيته لكن الشيطان يوسوس له، نعم. لكن فرصة رمضان أن الشياطين مصفدة ويبقى عدو فيها إضعاف، فيها إضعاف، نعم. إنها بتصفد، إنها مكبلة، فيها مغلى هذه الشياطين، معناها أنها ضعيفة، عشان كده بتجد إعانة في هذا الشهر الفضيل. من أجل ذلك أنا لا أحب أن احنا نثبط همم الناس، يا سيدي يقرأوا بتدبر أو بيفوته التدبر في بعض أو لا يقرأوا بسرعة عشان عايز يختم، لكن المهم في كل خير، وهذا لا ينفي مقام المتدبرين في القرآن الكريم بالزبط. لكل يعني درجته بالظبط، لكن إيه ما نقفلش الأبواب، هنتابع حضرتك نراغل. في رمضان بقى حضرتك طبعا صاحبة مكان هنا يعني قلوب عميرة بيزاع على شاشة القناة الأولى أيضا كل يوم من الساعة 5 للساعة 6،
في رمضان بقى هنتابع حضرتك في إن نفس شاء الله. المواعيد؟ لا هنبقى في رمضان بنتذاع على القناة الأولى والقناة الفضائية المصرية وعلى قناتنا قناة أون، هنبقى في حدود تقريبا من 4:30، فاحنا نفتح من 4:30 إن شاء الله. لا إن شاء من 4 إن شاء الله. وفي الراديو، في راديو السنة دي؟ لا لا لا، يعني السنة دي متفرغين في رمضان إن شاء الله للتلفزيون إن شاء الله وللعبادة إن شاء شرف الله. يعني نحن على تلفزيوننا تلفزيون الدولة المصرية، دي حاجة يعني شرف بيتك وحاجة فخر يا دكتورة، يعني شرف ربنا يبارك في عمر لأي مكان حضرتك تواجد حضرتك فيه زي ما شرفتنا النهارده بهذه يا رب يخلي بهذا اللقاء حضرتك. الممتع، واذا كان الوقت قصير لكن تشريفك كان كفايه بصراحه. ربنا يحفظك دكتور يوسف، انا سعدت بهذا اللقاء. أنا أسعد. وبشكر حضرتك جمال العباره ورشاقتها وحسن اللغه العربيه، شيء مهم جدا، وده طبعا مسبير ومدرسه خرجت الكثيرين. ربنا يبارك فيكم. اشكر حضرتك. اشكرك جدا. مشاهدينا بنشكر الدكتوره والعالمه الجليله الدكتوره ناديه عماره، مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل وفقره رئيسيه اخرى متعلقه بدراما رمضان ومجهودات الشركه المتحده في الاهتمام بوعي الطفل المصري والعربي واجعا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.